ناوي تتجوزي ولا تارك الموضوع بعد لبعدين؟ ليك صراحة أنا صرت مجوزة 24 مرة. بالمسلسلات معقول قد ايه بنتجوز وبنموت؟ مزبوط. بننقتل وبنندفن، بنتطلق وبننضرب. حلو كثير. تفتح الليستا لانه كثير طويله. شيء كثير كثير مره بفتكر قد ما فولت على حال اللحظه عم تتاخر. حلو كثير. انا لا هول الجوابات الكليشيه يعني مجوز الكاميرا والباش والاضاءه. ايه هلا مأجله هذا الموضوع. مأجله شوي الموضوع. بدي اعمل تشالنج انا وياكي. حلو كثير. يلا. اوكي. هو بيقول تشالنج عنوانه كيك، يعني باميلا الكيك، كيك بس هي لبطه، كيك اور كيس. اوكي. لبطه او بوسه. يلا. في شيء ما يقال؟ ونحن لها. يلا. رافي بتعطينا الاغراض؟ رح البسهم انا هول. اوكي. هلا هي موضوعها انه بدي البس هول انا واسالك. فيها الضربة ما تجي على هول، فيها تجي فيك بالغلط. ها؟ صح؟ شو؟ في لا ماشي؟ لا لا بس وحدة بتكفي رافي، نسي. التشالنج هو حطيت هاي أنا هلا، أوكي؟ رح سمي لك أسامي يا أما بطلبتي يو كيك أور يو كيس. كان أي كيس يو؟ أوف كورس يو كيس مي. أوكي. جاهزة؟ عادل كرم. الله أكبر. نصيف زيتون. في بوسكير محل عتاني خد. دونالد ترامب. كيف بلبط بده اوعى. ميلانيا ترامب. بوسي حرام هيك انجا. ايه طب مع انها حلوه هي. ايه انجا. ايه رفسي يعني. صديقتك ميرفا قاضي. حبيب قلبي. يا سلام. فطاير بسبانغ. ايوه. ما قادم. لا. نادين الجيم. اي وحده؟ نسيم. اوكي. ويلسون. داوود باشا. ايوه. نادين جابر. ياي. الفرقع. طيب رح اكسر لك هيدي الفوبيا انا. ايه خلصنا هيدي التشالنج. ايه بس لانه بدي اكسر لك هيدي الفوبيا لانك بس قلت لك فرقع لبطيها لهي. ايه امسك خليك محلي. هول اللي كنت حب هول انا وصغير اللي. يا الله شو ثقيل هيدي بوليسيون كلها. تعال نتفرج انا وياك. واو شو حلو المنظر. واو عن جد رومانتيك كمان. بدك تولعي وحده؟ لا لا. ليه بتخافي من الفرقع؟ لا ما بخاف من الفرقع. مين بخاف من الفرقع؟ بالعكس بيدفعوا نص مليون دولار صاروا على الاعراس كرمال الفرقع. بس انه حلو كثير فكره الفرقع بكفينا بقى بوليسيون بهال. مش تفزلك بس انا مثلا بس اتجوز اكيد 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 ما في فرقع. طيب هات لنولع جبل نار. ييه حاسه حالي بعيد السيده. عندي رجمات. بدك نولع رجمات؟ شفت ريحتهم بشعه اصلا. لو جبت لي هول اللي عم كنا بمزح. البيض كانوا بنحبهم. بس لكن الفوبي تبع الفرقع ما عندك اياها. ايه لا بس هي فكره ما بحبها يعني مش موجوده بقاموسه ولا انا كمان. على فكره انه لشو؟ عن جد لشو؟ عن جد بيدفع مصاري. سي دولار جون جوتي عادي. ايه فوالا. تقبرني ان شاء الله. فتحوا ذهونكم وشوفوا برا باوروبا شو بيعملوا ما بيستعملوهم. عيبه عليكم. باميلا شو مشاريعك هلا جديده غير التصوير هذا المسلسل عم تصوريه هلا؟ في شيء على الطريق؟ في لا شيء لا انا هلا ديديكيتد لكل العمل يعني ديجا فترته طويله. اوكي فحاطه كل الفوكس هونيك. يلا عقبال ما نعمل شيء انا وياك يا رب. كوميدي يا رب. او حتى دراما دراما كمان. اكيد ممثل درامي بامتياز بينشاف الحال فيك حبيبتي انت.